بايدن وتنحى عن استكمال حملته الانتخابية ودخول كامالا هاريس بدلا منه، وارتباك داخل المعسكر الديمقراطي وابتهاج داخل المعسكر الجمهوري ولخبطة كبيرة حدثت في المشهد الانتخابي الأمريكي. يعني أعتقد أنه تعليق الزميلة العزيزة هبة القدسي من واشنطن، وهي مديرة مكتب الشرق الأوسط في واشنطن ومتواجدة بصفة مستمرة في البيت الأبيض، لتعلق على المشهد الانتخابي الأمريكي بعد هذا الانسحاب الذي كانت تتوقعه هبة القدسي عندما كنا نتحدث في هذا الأمر في واشنطن خلال الأسبوع الماضي. هبة القدسي مساء الخير. أهلا مساء النور يا أستاذ ناشن. يعني كما كنا نتحدث وانسحب الرئيس بايدن وكنت تتحدثين أنه لن يكمل المعركة الانتخابية، تأثير ذلك على الحزب الديمقراطي وفرص كامالا هاريس ورد فعل الحزب الجمهوري؟ هو بالفعل رغم الضغوط التي واكبت الفترة التي عقبت المناظرة الرئاسية، ضغوط من نانسي بيلوسي، من باراك أوباما، من أعضاء داخل الحزب الديمقراطي لدفع الرئيس بايدن للتنازل طواعية، لكن المفاجأة بإعلان بايدن الانسحاب كانت أحدثت زلزالا سياسيا كبيرا، لكنه أعقبها بمحاولة رفض الصدع وتجنب الفوضى داخل الصف الديمقراطي بتأييد ترشيح كامالا هاريس باعتبارها نائبته ولديها أكسس أو نفاذ إلى الأموال التي جمعتها الحملة الانتخابية، وبالتالي بدأ التعاطف والتأييد يتزايد لكامالا هاريس، ليس حبا في كامالا هاريس وإنما خوفا من انشقاقات وانقسامات داخل الصف الديمقراطي، لأن هناك انتقادات كثيرة تم توجيهها لكامالا هاريس، هل هي الأقدر على تولي منصب رئيس الولايات المتحدة؟ ليس لديها شعبية كبيرة داخل الحزب الديمقراطي، هناك استياء من طريقة كلامها وضحكتها الهستيرية، هناك أيضا مجتمع ذكوري أبيض يرفض فكرة تولي امرأة سدة الحكم في الولايات المتحدة، وبالتالي رغم أن كامالا هاريس لديها عدة مزايا قد تجعلها في أفضلية الحزب الديمقراطي وتجعل التأييد لها يعني قائما ومستمرا، لكن الانتقادات ما زالت توجه لها، حتى أن مايكل بلومبرج عمدة نيويورك السابق قال أنه يجب الانتظار حتى يتم ترشيح شخص آخر قد يكون أقدر من كامالا هاريس. أيضا أوباما يعني أكحم على تأييد كامالا هاريس بالرغم من أن نانسي بيلوسي أيدتها بشكل سياسي وشخصي وحزبي، لكن في النهاية سيبقى أمام كامالا هاريس عدة تحديات، أولها في قدرتها على جذب الناخبين المستقلين وحشد الدعم حتى مؤتمر الحزب في شهر أغسطس القادم، أيضا حشد التبرعات، سيعتمد الأمر أيضا على قدرتها على اختيار نائب لها يخوض الانتخابات معها، وبالتالي قد يسهم هذا النائب خاصة إذا كان رجلا أبيض قد يسهم في جمع أو في توحيد الأمريكيين البيض خلف تأييد كامالا هاريس. يعني هل هناك منافس لكامالا هاريس داخل أروقة الحزب الديمقراطي يعني تراقبينه هبة؟ بالتأكيد كان هناك عدد يعني قائمة طويلة من بورصة الترشيحات لبدلاء للرئيس بايدن، مثل جافين نيوسم حاكم ولاية كاليفورنيا، جريتشن ويتمير التي تعتبر مارغريت تاتشر الأمريكية حاكمة وهي حاكمة ولاية ميشيغان، لكن المسألة تؤخذ في الحزب الديمقراطي بمعايير براغماتية بحتة، من الذي الأقدر على خوض السباق؟ نائبة الرئيس باعتبارها تنوب عن الرئيس،
لديها القدرة على استغلال الأموال التي جمعت. لا يستطيع الحزب تخطي كامالا هاريس، لكنه سيترك أمامها المجال لمنافسات للطامحين والطامعين في هذا المنصب من الآن حتى عقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كامالا هاريس. الأموال التي جمعتها هاريس منذ أمس، منذ إعلان الرئيس بايدن انسحابه، بلغت أكثر من 50 مليون دولار، وهذه علامة مشجعة للحزب الديمقراطي أنه يمكن جمع يعني حشد التأييد من قبل كبار المانحين ومن قبل الأفراد لتأييد كامالا هاريس. وبالتالي التحديات كثيرة والأمور يعني ما زالت على اتساعها فيما سيحدث خلال الأسابيع القادمة. وماذا عن الحزب الجمهوري وحملة ترامب؟ كيف استقبلت قرار تنحي بايدن؟ وكيف استقبلت أيضا صعود نجم كامالا هاريس؟ وكنا نتابع الرئيس ترامب وهو يسخر منها ومن طريقة كلامها وطريقة ضحكها إلى آخره. بالتأكيد كان هناك يعني مشاعر متباينة ما بين الفرحة بخضوع الرئيس بايدن للضغوط وتنحيه عن السباق، وما بين القلق وخيبة الأمل لأنه تعين على حملة ترامب أن تعيد تخطيط استراتيجيتها وتعيد بث إعلانات، يعني أن تسحب الإعلانات التي وجهت ضد الرئيس بايدن وتبدأ في وضع حملة للهجوم على كامالا هاريس وبث إعلانات للهجوم عليها. وبالتالي أيضا يعني كان هناك تخوف من أن نقطة فارق العمر وتراجع قدرات الرئيس بايدن البدنية والذهنية كانت تصب لصالح الرئيس ترامب. الآن فارق السن بين كامالا هاريس 59 عاما وبين الرئيس ترامب 78 عاما يصب في صالح كامالا هاريس، وهي مدعية عامة مارست العمل في ولاية كاليفورنيا لمدة طويلة، وبالتالي لديها جدارة وقدرة على الدخول في مناظرات وجدل، والأمال معقدة عليها أن تستطيع إنقاذ الحزب الديمقراطي. هبه، ماذا عن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء إلقائه خطاب أمام الكونجرس للمرة الرابعة على التوالي كأول زعيم إسرائيلي يفعل هذا؟ كيف يمكن أن يؤثر تنحي بايدن على هذه الزيارة ومخرجاتها المتوقعة؟ لا يعني هناك فارق بين انسحاب بايدن من السباق الانتخابي وبين استمراره للعمل كرئيس للولايات المتحدة. هناك من المفترض أن يلتقي بايدن مع رئيس الوزراء نتنياهو غدا الثلاثاء، إلى الآن لم يؤكد البيت الأبيض هذا اللقاء، ومن المفترض أن يعقد أو يلقي نتنياهو كلمته أمام الكونغرس يوم الأربعاء، ولديه أجندة طويلة من اللقاءات مع أعضاء الإدارة الأمريكية ومع المشرعين في الكونغرس. بشكرك جدا أشكرك الزميلة العزيزة هبة القدسي، بشكرك جدا من واشنطن، متحدثة عن انسحاب الرئيس بايدن من السباق الانتخابي، وأعتقد أنه الحزب الجمهوري